جماعه الخير، السلام عليكم ورحمه الله. ويلكم ليدز اند جنتلمان. اليوم عندنا شيء جديد ولاول مره نسوي الشيء هذا. عندنا تحدي جوي ضد جوك. يعني ايش احمد جوي ضد جوك؟ معاي زي ما انتم شايفين اول شيء امامي الاستاذ احد افضل اللاعبين لكن قديما بلاي اواي فهد التمساح، كان من اساطير فورتنايت وتركها راح الفيفا. ارحب يا فهود، ويلكم ومنور. يا هلا ومرحبا. هلا ومرحبا. طبعا فهد من الناس اللي كانوا يلعبون اول، كانوا من القدامى المعرقين، لكن بعد ما نزلت فيفا الولد صار يخرب ويروح يمين ويسار. عموما عشان اشرح لكم ايش السالفه يا جماعه الخير، راح تكون في تحديات، لكن قبل نبدا يا جماعه حاب اقدم لكم شريحه تسمى ولقبت بي ذا كينج اوف بينك. ليش سمت كذا؟ الشريحه 5G من اقوى واسرع وافضل الشرائح. احمد ليش قاعد تمدحها؟ انا قاعد امدحها لانها 5G يا جماعه، وتعرفون ان الفتره الحاليه ما عندنا شرائح من هذا النوع، تقدر تستعملها للتحميل، للتطبيقات، للعب، شريحه قويه من الاخر. المعلومات اكثر يا جماعه عن الشريحه والمميزات اللي فيها في رابط موجود تحت يا اخوان، خذوا لكم نظره شوفوها. انا متاكد في ناس بتفيدهم مره وبيحتاجون نوع زي كذا من الشرائح. نقول بسم الله يا فهد، ندخل في العميق الآن. طيب التحدي كالآتي يا فهد، ركز معاي. تنزل بالمدينة اللي تبغاها وتتيم مع أي شخص تشوفه. العدد اللي تقدر تتيم معاه لو 4 لو 6 لو 5، واللي أكثر راح يجلد الثاني. تمام؟ انتهى. يا رب تتيم معاه. قلب عليك. ليش شالني على طول؟ ما اعطاك فرصه. لا يا اخي والله. طيب انا اوريك على طول. تعال تعال كيف تتيم. ها شوف اللي قدامي. يا رب ارمي لهم سمكه. يا رب تكفى شوفهم. ها ها والله بيشوف. تكفى اطلق. ايه كبير. ايه لا خلوني خلوني تجيب معاهم. لا تسكون عندي. طيب ما دام تكلمت معاهم على خير، حاب اقدم لهم هديه. It was at this moment that he knew. He طلعت مظلة نار. اهم شيء تكلمت معاهم، خلاص سويت اللي علينا عليك. كفتين تفضل 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 طال عمرك. طيب اسمعني، ما ادري اني احب الجلد انا. اربع يقطع. ارفع ارفع ارفع. ناصر ما يصيح ابد. مره ثانيه تيم زين. هذا الدرس والله درس الفيفا. طيب تعال الفيفا. طيب يا جماعه الخير، الله يعطيكم بالعافيه. هذا تحدي سويناه انا وفهد الله يسعده. برضو ترى جوي مسوين تحديات كثير ومع يوتيوبرز كثار، الرابط اللي بحطه لكم تحت تقدرون تشيكون عليها وتتفرجون وتستمتعون. ولا تنسون يا جماعه استفيدوا من عروض شرائح جوي، في برضو رابط تقدرون تستفيدون منها. والله يسعدكم مره اخرى. شكرا. هلا شباب. هلا والله. هلا والله. ايش تبون؟ شوف وجهك. نتفرج ونشوف. طيب لا تسوي مجنون. طيب ما اتحدى الشباب اللي موجودين وناس ثانيين برضو. التحدي عباره كل واحد عنده دقيقه ابى اعطيه اياها. اذا سوى التحدي اللي بعطيه في دقيقه له $100. اذا ما سويتها في الدقيقه راح يجيك العقاب حقك. بتشوفونه في الوقت. التحدي صعب ولا سهل؟ كل واحد له تحديه الخاص. خلاص مره نقول بسم الله نبدا. عندك دقيقة. حلو. الدقيقة هذه اما انك بتربح $100 اما انك بتنجلد. التحدي كالاتي استاذ ياسر. انا على طول بخش في العميق. حلو. ابدخلك جيم دو او سكواد، انت تحدد، ابعطيك كلمة وصلها للي معك بدون ما تقولها، لازم ينطقون بالكلمة هذه. دقيقة واحدة. مو بتقول لي قرنفل؟ لا 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 والله انك كذاب. مجهز كلمة صعبة. لا والله ما مجهز شيء حتى. ايش فيك؟ بالله يا رب انها كلمة سهلة. 6 بي. ها؟ صدق حلوه. ها مره سهله هذه. شوف مره سهله اجيبها. ممنوع تقول شنق، ممنوع تقول يوتيوب. جيمي تسمعني؟ اكلني خلينا نجرب جيم. جيم واحد دو. والله جيم واحد دو. جيم احمد راح الحمام وجوالها تقفل. خذ لك خلينا نسولف الحين. الو هلا منصور. هلا هلا والله. اسمع عندي تحدي، ابيك تركز معي. اوكي هلا ابو صالح. هلا والله. هلا والله حبيبي. حبيبي الله يسعدك.
طيب اسمعني 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 تكفى الله يرحم والديك، عندي لك تحدي في كلمة أبيك تقولها حلو، بس ما أقدر أقول لك إياها أنا. اسمع، في تعرف جيش السواحات؟ حق مين؟ حق جيش السواحات تبع. إيه ثلاث أحرف، وش هي ثلاث أحرف المهمة اللي دائما نقولها؟ CXB. لا 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 مو هذا مو هذا، الثاني الله يرحم والديك لا يدري، الثاني وشو؟ هو صح اللي ايوه وشو عندها CXB. ايوه يا سلام عليك، هذا هو صح، قال سي. ادرمك انت قلت سي ولا ايش؟ والله اني بحبك يا سلام. لا 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 ما ابي بحبك، انت ما تعرف كودي اللي قاعد البسه ايش اول حرف؟ سي. لا 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 ليه تقول سي حرام عليك اتق الله يا اخي. والله ما لي شغل، والله ما قلت له. انا من الاردن يا زلمه. يا حبيب قلبي الله يسعدك، خلاص انت خليت ياسر يربح $100 الله يقطع. لحظه هو قال كود غلط ياسر. لا لا هو المقصد وصل. لا هو قالها صح، بس هو هدت معه بالمناطق الحروف المخارج. يلا يا حبيبي انا بطلع، تبي شيء؟ لا بس بدي سلامك. الله يسعدك يا حبيبي، شكرا. هو قال الكود بس هدت في السي يا اخي، في فرق بين اس اس سي اكس بي دائما يتخلطون فيها الناس. لا احنا الان وضحت لين الحكام، لا زيد الحكام اسألهم. زيد اركب تكفى، زيد وين اللياقة يا اخي؟ طيب اللي صار كالآتي، انه يخلي اللي معه بالفريق يقول كلمة بدون ما يقول اشياء معينة. تمام؟ أوكي. الكلمة كانت اس اكس بي. اوكي. دخل مع واحد جيم لكن ما قال اس اكس بي، قال سي اكس بي. والله العظيم اقعد البس الكود بكل مكان، اقعد طول عمري سنتين كاملة الغلط مو من ياسر، ياسر سوى اللي عليه. ايوه سوى اللي عليه، هو قال الكود حقه. ياسر هو قال الكود بس غلط، وصلت للفكره. ياسر سوى اللي عليه ياسر، يعني ادري مين ادري هو. يا عيال روح اللي بعدها. متابعين والله لازم تراضونا وتحطون سي اكس بي، والله سكسي. ما ادري اجلس لو قلت التحدي. اجلس يا ولد، والله ما يدخل. اجلس تحدي كلاتي سو خشب. السلام عليكم، ما تحب باركور؟ هلا والله. ركز معي. أيوة. عندك دقيقة واحدة، راح اطلب منك تسوي لي ستيج التحدي باركور، عبارة عن انه يكون فيه بونسر ويكون فيه فخوخ ويكون فيه الكورة اللي هي الامبر وانس ترميها في الارض وتروح لمكان ثاني. عندك دقيقة، ما بيك تخلص، ابيك تبني لي الماب هذا. اذا الماب بنيته في دقيقة راح تاخذ $100. لا تسوي لي ماب اسطوري، ابي ستيج واحد $100 في الدقيقة هذه اللي بتلعبها. وعشان اساعدك بخليك تجهز لنفسك كل شيء عشان تبدا بالغلط. عيد بس الفخ. فخ بونسر امبلون. طيب الان عندك كل شيء جاهز، 1 2 3. يما حلو، ركز معي، عندك وقت. يا سلام عليك. حلو سي صح الستيج، ما اعرف يا اخي الله يقلع عم تحكمك. حلو كمل. وش معك البونسر الان بيدك، والله ياخذ تحكم. يعني عندك فوق 40 ثانيه. سي قاعد اضغط سي درج مو راضي يجي. طيب بسوي لك وقف يا موقف ايقاف. والله سي ها سي حقي خربان، كبار سي خربان. الان عشان ما نظلمك هنا. أيوة. في غلط في الكيبورد. ايوه راح تكمل لكن بعطيك 35 ثانيه. 1 2 3. حلو يا عمري البونس ترى الحين ما حطيتها. داري روق. زد بسرعه. يا سلام عليك، روق. لا خشب سويت. حلوة حق تشبيك. يا سلام، ارم الامبلونس عادي. باقي لك 10 ثواني سريع. 15 ساعدتك. يلا خشب بس خلاص. انت الماب. انت الماب. انا قلت ازق ماب باركور في الحياة. انا بشوف دوم. أيوة. لا تحرك شيء دوم. يلا انا طلبت منك 3 شروط. ايوه وريني الشروط موجودة او لا. بسم الله، هذه البداية.
شرح لي. شوف اول شيء تمشي تهوش الافخاخ. حلو، هوشنا الافخاخ نقول هو. ما عرفت تهوش الافخاخ. يلا. الحين ارقى فوق. فوق. الحين بيجيك ستيج الامبولس. اللي وين الامبولس؟ وينها؟ معك الامبولس. لا. لا هذيك تسق ام علي. هو في امبولس هنا. لا 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 هو الماب هو اصبر هو فكره الماب انك انت تبدا والامبولس معك جاهز اخوي احمد. في فكره الماب كذا انت عندك؟ طيب نكمل. الحين نكمل. تركز بالامبولس. حلو. يا سلام البانسر وتفوز والله تستاهل 100 دولار 100 دولار خشب يستاهل والله العظيم. حد اللي بيجيك كلاتي يا زيد هو صعب صراحه والله مو سهل. اوكي وش افضل سلاح تحبه في اللعبه؟ شتاقن شتاقن شتاقن. طيب المهم ابيك الان ابعطيك 20 ثانيه الى دقيقه هذه برا التحدي تفكر فيها. ابغاك اول ما تنزل وتلقى السلاح اللي قدامك تعطيه اغنيه اغنيه دن 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 عطول دن جاهز. والله انها جدك. ايوه هذا الكنوب ممتاز هذا. لا ما فيها شونك اكس بونك معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم ظهري في جمهوري اقوى جمهور على اليوتيوب العالم علم تشهد على حضوري هذه بس بدايه دامي سيد في الروايه راح اكمل في طريقي ما اشوف صفحه نهايه جو. هناك في اشياء اول ما يطلع سلاح. ايوه 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 لا كومبات جاهز بتقولوني على الكومبات ابغى اشغل التايم شاف اجر ام اللحن. طيب اصبر على الكومبات الله يعينك قاعد اشربكها اصبر يلا كومبت هذا كومبت طلقة واحدة لا ما يقتل يدمج 30 برضو عنها احيانا ينزل مهما طور فيه لازم برضو فينا يختل ايبك جيم تكرهني لين خلت عقلي يشتل شوف بومبا مامك اتركه وخذ اسولت ولا كومبت برضو اتركه والله العيد كومبت هذا كومبت طلقة واحدة لا ما يقتل يدمج 30 برضو احيانا عنها ينزل مهما طور فيه لازم برضو فينا يختل ايبك جيم تكرهني لين خلت عقلي يشتل شوف كومبت امامك اتركه وخذ اسولت ولا اسم جي يا اخوي موت وانت راضي راح تموت مع انك خلصت التايمر. لا لا دق والله 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 بس بس يلا اليوم اللي على الكل والله جي 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 والله جي جي يلعن ام رغبنا والله العظيم شوفي اني اليوم انا كريم ومستانس انت صاحي تتحداني راب يلا برا فوزنا بالواسطة عاد في الاول السلام عليكم وعليكم السلام نفس الشو الباقي 100 دولار عندك دقيقة واحدة التحدي حق اسمع لوت الخزنة في دقيقة واحدة تصرف انت كالبلوت تفضل معنا وش قصدك يا لا لا ما قصدي شيء لا علي الحرام علي الحرام علي الحرام انا غلق ما غلق حق الاهانة حق كالبلوت لا مو بهانة محشوم هذا يدل على انك انسان وشو ما في شيء وشو طيب دقيقة واحدة عندك اشغل التايمر من اللحظة اللي تنفتح بيها مظلتك على الارض اوكي اوكي انا موافق تحديك صعب موافق موافق قدرت تلوتها ما ابغاك تلوت ابيك تفتح الخزنة افتح الخزنة بس بس تشيك دقيقة واحدة لازم تذبح البوس وتاخذ بطاقته وتفتح الخزنة بسويها في 30 ثانية والله والله 200 دولار 30 ثانية اذا فتحت الخزنة بس على طول افتح الخزنة بس يا اخي اصبر لنا شوي الله يعافيك لين نقرب من البيت يلا. الله يجزانا عن خير قصرت معك والله وافي وشبرك وافي لا هند ما قصرت لا هند لا هند واحد بس اصبر لي شوي يعني لين الارض بس يا اخي كمل جميلك يا ولد دامك تجملت معنا ثلاثة بدا التايمر دقيقة كثيرة احمد دقيقة كثيرة قصدي دقيقة قليلة قصدي يلا هذا سلاح لقيته حلو اخلط راسه اخلط راسه يا رب انه عندك في البيت نزل تحت اول تحت تحت الارضية تحت مرة تحت مرة تحت مرة تحت مرة خش مع زبالة خش مع زبالة مو بينا خش مع زبالة ايوه زبالة شوف زبالة يا سلام باقي عندك 30 ثانية ادخل لا 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 مو بوقت تشلد يا يا اخي عشان ما يذبحني ويقعد يضحكون علي في ثانية يلا يا عمري موت الله ياخذ خمس ثواني أربعة ثلاثة اثنين لا تجي أبغى لوتها خلاص أبغى لوتها عادي 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 سوينا التحدي جماعة والله العظيم إني ما توقعت أقسم بالله إني ما توقعت
يعني التحديات اللي بسويها ان الكل بيفوز فيها، لكن جهز انا خطه باء. نروح لخطه باء، بس لازم اجيب العيال اول لانهم والله ما حد يدري. بسرعه بسرعه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فلوسنا دقيقه. طيب والله يا جماعه والله اني ما توقعت ان كلكم بتفوزوا. راعين تحديات. لكن أيوة. اول شيء ما تجحدونها تسوي أيوة. تحديات هذا رقم واحد. رقم اثنين اجلسوا، انا مجهز خطه باء عشان الناس اللي بتفوز. وين رايح؟ وين رايح؟ فلوسنا. وفلوسنا بيجيبها هنا تتوقعون انها كاش ولا بيجيبها هنا؟ كم هي؟ كم لي فيها؟ انتوا فزتوا صح؟ ايه ولكم 100 دولار حلو. يعني 375 ريال حلو صح؟ صحيح. طيب اذا ما عليكم امر تغيرت راي. وش اللي الخزن هذه ابغاها الجيفاوي للمتابعين احسن بعدين شوي. والله انت اعطينا فلوس. بعطيك فلوسك والله. اعطيكم والله ثمن. ايه عندك خزنه ثانيه؟ لا ابغاها ابغى شكل عندك خزنه ثانيه. والله عنده خزنة ثانية. لا يا سلام. لا لا هذا شو مسفر انت؟ ما يحتاج. ما انا ابغى لي من الخزنة. افتح يدك. لا والله يقلع ام القهر. والله بتجيكم لا ما انا والله فلوس يا القهر. والله فلوس يا مام. هذه حقت اعتبارية ال 7000 ريال. يلا كل واحد يجيب لك كيس ويجي. يلا بسرعة. يلا حبايبي يلا. يلا كل واحد يجيب لك كيس. وش كل واحد يجيب لك كيس حلو؟ بغرف لكم هذه فلوس والله. بغرف لكم مرقوق وش بيها؟ طيب لو سمحتوا فك يدك انت. كل واحد يجيب لك كيس اللي يبغى فيه. انا بتصدق فيها الخشب. جيب طاسه، واحد يجيب طاسه، واحد يجيب كيس، واحد يجيب قد. بتصدق فيها كلها عليك. لا انا ابغى اعطيها زيد انا. والله انك تستاهل لك. جوال وكلهم كلهم. لا 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 احمد احمد احمد. من جوال. احمد احمد احمد. من جوال. جوال. لا انا بطلع. جوال. جوال اخوي فيصل. وينه؟ مو بجوال هذا. روح بركب اتفك والله انت فك. تحلف. حق اخوي فيصل. فسحته مسكين. فيصل فسحته انت كل شوي تحطها في فسحته. انا حو اعطيه 100 دولار. بطك بطك بطك. يا احمد. بسم الله بالدور بسم الله الرحمن. زيد زيد محمد النعيمي يتوجه. النعيمي والله راسك شكلك النعيمي. ما شاء الله هذا كيسك مصروف اهو. اقرب. تستاهل تستاهل ترى تصرفها هذه صدق. زيدني شوي بزيدك ما عليك. انا كل كفه يد هذه ب 50. بسم الله يلا 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 تكفي. باقي ما صارت ثقيله. ما صارت ثقيله. احمد خفيفه. احمد خلي كاسنا خفيف. ونعم ونعم. عندك قصيده؟ هات قصيده. احمد يلي فوق العلالي تربعت تربعت. شاش راسي من يوم شفتك تسلق تسلق. يا رب تطيح وتموت انت ما زودتني. زودت. روح اللي بعده. خشب خشب سي 7 خشب سي 7 ما شاء الله كيس بقاله. ابى احط لك شوي ترى هذه. السلام عليكم. يلا حيه. يلا خلاص. لا خلاص قلت ادم ولد. اختار في قصيده شيء ولا ما في قصايد؟ احمد يلي ما احمد يلي ما يقول الاس اكس بي يلي خرب انت. يلا كفيك زياده. الاس اكس بي يا شباب يا اخي. ها يلعب شكلك تعرف تروح. ممتاز انت يا اخي ممتاز يا اخي. ياسر ياسر ام 55 كود الايتم. اهلا وسهلا. مغرفه. املا لي املا لي الصحن من المال. تفضل املا. تفضل. يا الله زدت وبارك عشان سي اكس بي تاخذ هذه بس. باب وانا هوس. انا قلت سي دبليو اف. الباب لا الباب بسرعه. مين بقى عندنا؟ بقى خلاص نقفل ذا. نقفل نقفل. ناصر ناصر النعمي. ايها الخليفه ايها الخليفه. السلام عليكم ايها الخليفه. لقد اتينا لكم مباركون ومسلمون. املا لي هذه الجره. من اي قافلة انت؟ انني من قافلة الحنطول. الحنطول؟ نعم. ونعم. اقرب اقرب. تستاهل. املأ لي هذه. تستاهل. بارك الله فيكم. املأ لي هذه الجرة ايضا. يلا بالمزيد. تستاهل. بالمزيد. تستاهل. انك انت من اين شريت هذا؟ لقى
لقد اشتريته من متجر يقال له متجر باور اكس ستور. تفضل تستاهل تستاهل. تعال انت فصالك انت. ايها الخليفة ما شاء الله تاتا. بارك الله فيك ورعاك الله وحفظ الله خلائفك. اقرب 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 اتوصالك انا اليوم. ايها الخليفة هذه الشنطة من الاهالي. ايش نوع القماش؟ القماش نوعه من الحرير الخام. الحرير الخام. اتوصالك 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 تستاهل. بارك الله فيك. يلا يا صاحبي الله يستر عليك. لا لا لا. هذه هي في جيبي السفلي فقط. السلام عليكم. شكرا ايها الخليفة. الى اللقاء. شكرا لكم اعزائي المتابعين. ان شاء الله الخضر نفتحها لكم بعدين. الله يسعدكم يعطيكم العافية. كود الدعم 6 بي قنوات شوب كلها تحت. السلام عليكم.